السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله. عملتوا ايه في امتحان امبارح؟ الحمد لله جاي مستر، كان سهل يعني نفس الحاجات اللي شرحناها؟ اه كله جاي تمام؟ الحمد لله. طيب نفس الأسئلة. نفس الأسئلة. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجة جديدة في ليسون نمبر 8. احنا هناخد 8 و 9 في يونت 9. كل ده شغالين في يونت ايه؟ 9. خلصنا 7، خلصنا يونت 8، خلصنا يونت 9، بس ده بقينا درسين هناخدهم دلوقتي اللي هو ليسون نمبر 8 وليسون نمبر كام؟ نمبر 10. طبعا في كتاب الوزاره هيبدا هنا بقى من ليسون 14 و15 و16 و17 وهكذا. طيب ليسون نمبر 8 بيتكلم عن حاجه اسمها المالتيبل باي هول. مالتيبل ايه؟ باي هول. اه المالتيبل اللي هو عمليه الضرب اللي احنا عارفينها صح؟ باي هول، باي هول اللي هو ايه؟ الرقم الصحيح. رقم ايه؟ صحيح. احنا بيقول لك هاو ميني مالتيبلاي ا فراكشنز باي هول نمبر. هاو ازاي نعمل مالتيبلاي للفراكشن باي هول نمبر. ازاي نعمل الموضوع ده؟ هو ده اول حاجه هناخدها النهارده. بيقول لك انت النهارده المالتيبلايش المالتيبليكيشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريبيتد اديشن صح؟ ريبيتد ايه؟ اديشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما يكون عندي 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 كررت كم مره؟ 4. اه بس احنا بدل ما نعمل كده فبنقول هنا 4 بدل ما نكررها، عدد المرات اللي اتكررت كام؟ 4. بنقول 4 باي كام؟ 3. تديني كام؟ 12. تديني 12. خلاص اتفقنا؟ تعالى مديني مسألة على الموضوع ده. بيقول لي A man drink 1/4 bottle of milk every day. يبقى كل يوم بتشرب قد ايه؟ ربع ازازة من دي. دي جايبة ازازة، ازازة اهي تقريبا لتر، وحاطين كل يوم بتشرب ايه؟ ربع البوتل ده، البوتل اللي هو الزجاجة دي. كل يوم بتصب ايه في الكوباية اللي في ايديها دي؟ دي مين؟ إيمان. وكل يوم بتشرب قد ايه؟ 1/4. 1/4 دي بتسميها كوارتر. بنسميها ايه؟ كوارتر. اه every day يعني كل يوم. How much milk does she drink in 3 days؟ في 3 ايام. يبقى ال 1/4 ده اتكرر كم مرة؟ اتكرر 3 مرات. تمام؟ أول ده بنسميه جروب اللي هو 1/4. لانه هو متقسم لاربع اجزاء 4 بارت او 4 ايكوالز بارت بمعنى صح. وبنقول 3 جروب، يعني ده كده جروب وده كده جروب وده كده جروب. الجروب الاولاني اللي هو اول يوم، الجروب الثاني اكنه ثاني يوم، الجروب الثالث اللي هو اكنه ايه؟ ثالث يوم. هنيجي هنا بقى هنقول ان في الحاله دي هنقول ان ال 1/4 1/4 1/4 لما نجمع الثلاثة دول مع بعض يديني ايه؟ 3/4. انت عارفين ال 3/4 دي بنسميها كل 1/4 بكوارتر، يبقى الثلاثة دول بتسميهم ايه؟ 3 كوارتر. 3 كوارتر اللي هي 3/4 دي بنسميها 3 كوارتر. اللي هي دي كده. بعد كده هنا بيقول لك لاحظ لما نيجي نعمل 3 باي 4 هي تدينا كده؟ طب ايه اللي يدينا الرقم ده؟ لو احنا عملنا لهم براس، لو احنا عملنا لهم ايه؟ براس. لو عملنا لهم براس هيديني الرقم ده، اما لو عملنا لهم باي كده يديني كده. فلذلك هنقول ان 3 باي 1/4 نوت ايكوال ل 3 اند 1/4، دي تختلف عن دي تمام؟ ولكن ان 3 باي 1/4 تديني كام؟ 3/4 على طول. عملنا ايه؟ هي بيفترض ان 3 دي ديفايد لل 1، مش هي ال 3 دي مش اكنها ديفايد لل 1 صح؟ نعمل نيميريتور باي نيميريتور يديني 3، ودينومينيتور باي دينومينيتور يديني ايه؟ يديني 4. خلاص يا صاحبي؟ شايف كويس؟ نيجي الجزء اللي بعد كده، تعالى ناخد بالنا من هنا ان 3 باي 1/4 احنا قلنا كام؟ هي تعتبر 3/4. طيب مش ملاحظين ان 3/4 دي هي اقل من 3 صح؟ بس في حاجه يعني هي اقل من الهول، اقل من الهول ده صح؟
بس هي اكبر من الايه؟ من البارت الواحد، لان دي ثلاث اجزاء مع بعض. is greater than 1 over 4 يبقى 3 كوارتر اكبر ولا كوارتر؟ ها 3 كوارتر صح؟ 3 over 4 اكبر من ايه؟ من 1 over 4. ولذلك بنقول ان 3 over 4 is greater than 1 over 4. طيب المثال ده بيقول لك ارسم لي درو بار موديل، تمام؟ بقى دي اول جزء من السؤال، اعمل ايه؟ درو. من ساعات بنقرا جزء من السؤال وما نقراش الباقي، فبنعمل جزء ونسيب جزء. درو ايه؟ ابار موديل. درو موديل اللي هو ده كده. وبعدين اند رايت، اول ما تشوف كلمه اند دي معنى ذلك ان في جزء تاني. اند رايت اديشن اند مالتيبليكيشن، يبقى مطلوب ايه؟ حاجتين، الاديشن والايه؟ والمالتيبليكيشن سنتنس فور ايتش اوف ذم. هنا عمل جدول بالشكل ده وقال لك ان 3 اوفر 5 اللي هي دي كده هي عباره، هنجيب البار موديل وهو تحت في 5، يبقى هنقسم البار موديل كام جزء؟ 5 5 1 2 3 4 5 صح كده؟ الاديشن سنتنس اللي هي الجمله الرياضيه اللي بنعملها على طريقه الاديشن، مره ده الموديل ودي الاديشن سنتنس ودي الايه؟ المالتيبليكيشن سنتنس. الاديشن ان احنا كل جزء من دوت يعتبر 1 اوفر كام؟ 4؟ لا 1 اوفر 5. ايوه خمس اجزاء، 1 اوفر 4 ولا 1 اوفر 5؟ 1 اوفر 5. ايوه سيبك من المساله الثانيه، كل مساله ليها ارقامها وليها ظروفها، تمام؟ طيب هنا 3 اوفر 4 هي عباره عن ايه؟ 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 5 بلس 1. اما لو جينا نعملها مالتيبليكيشن هناخد نقول ان 3 اوفر 5 ديت هي عباره عن ايه؟ 3 باي 1 اوفر 5. هي دي اليونت فراكشن، فاكرين؟ كررت كم مره؟ النيميريتور في فوق كام؟ 3 صح؟ يبقى هنقول ايه؟ 3 باي اليونت فراكشن اللي هي ال 1 اوفر 5 صح؟ ناخد واحده ثانيه عشان تثبت في دماغنا. هنا 2 اوفر 7 يبقى كام؟ نقسمها لكام جزء؟ 7 ماشي. وهنقول ان 2 اوفر 7 هي عباره عن ايه؟ في الاديشن سنتنس هي عباره عن 1 اوفر 7 بلس 1 اوفر 7. طب لما نيجي نعمل لها باي في المالتيبليكيشن سنتنس 2 باي 1 اوفر 7 تمام؟ نفس الكلام بالنسبه ل 4 اوفر 6. نقسمها كام؟ 6. وهي تعتبر كام؟ كام بارت كولر؟ 4. كلهم 6 يا خالد. كام بارت؟ ايوه 4 كولر بارت صح؟ طب يبقى ال 4 اوفر 6 يبقى هي عباره عن ايه؟ متكرره 4 مرات. 1 اوفر 6 هنكتب كده. ال 1 اوفر 6 هنكتب 1 اوفر ايه؟ الرقم اللي تحت. ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7، ممكن يبقى 3، مش هتفرق. يبقى 1 اوفر 6 متكرره كم مره؟ متكرره 4 مرات. طيب لو احنا عايزين نعملها مالتيبليكيشن سنتنس ال 4 دي هنكتبها يعني كده ها؟ وبدل ما نفرقها كده هنروح عاملين باي ايه؟ 1 اوفر 6 على طول. فهمنا يا خالد؟ فهمت يا عصام؟ هنا مديني مجموعه من المسائل وعايزين نشوف حلها. اول مساله بيقول لك مثلا ان طبعا دي جبنا على طول على السوليوشن، بس هي بيكرر المسألة ويحلها. هو بيقول لك دي نجيبها ازاي؟ هنقول ان ال 5 باي 1 هنحطها فوق، وال 7 عندنا زمان ثابتة. ماشي يا خالد؟ دي أول واحدة. التانية 4 باي 1 أوفر 9 هنعمل إيه؟ هنقول 4 باي إيه؟ 1 اللي هو في النيميريتور، وال 9 هنثبتها تحت زي ما هي. اللي بعديها عندنا مثلا دي 1 أوفر 3 باي 3 هتبقى أكنها إيه؟ 3 أكنها بقت 3 اوفر 3. طب و 3 اوفر 3 بكام؟ مش ب 1؟ يبقى لازم ما يعملش نكتب 3 اوفر 3 ونسكت، نعمل لها تبسيط، نبسطها سمبلست تبقى ايه؟ تبقى 1. هنا ال 10 باي 1 اوفر 5 تبقى كانها 10 دي فوق وال 5 تحت صح؟ 10 اوفر 5 بكام؟ ب 2. السؤال اللي بعد كده 3 اوفر 4 باي 2 مش هي عباره عن
هو ممكن تحلها بطريقتين. ممكن تحلها بايه؟ بطريقتين. ان تكتب على طول كده 6 اوفر 4، لما تعمل 3 باي 2 بتديني ايه؟ 6، وهنا ايه؟ 4، صح؟ مش محتاجين نعمل ده كله، بس هو نقدر نقسمها ان 3 اوفر 4 متكرره مرتين. طب يا 3 اوفر 4 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4، بس اللي احنا عملناه ده متكرر كم مره؟ متكرر مرتين. يبقى نكرر الموضوع ده تاني، نعمل اد 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4، ال 4 دي بنثبتها تحت ونجمع كل اللي فوق دول. 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 يديني كام؟ 6. خلاص اتفقنا؟ يلا بقى كل واحد يحل لي واحده من ديت، هنبدا دي نفكر فيها سوا. بيقول لك درو بار موديل اند رايت اديشنز ومالتيبليكيشن ل 3 اوفر ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنرسم بار موديل. نرسم بار موديل صح؟ ونقسمه كام جزء؟ 5 4 4. بنتكلم على اللي فوق دي. دي الاول نقسمها كام جزء؟ 8. افتكرت من الكلمه ان الدين ومنيت والايد صح؟ طبعا يعني حاجه كده بس تبين لنا. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 اوفر 8 يبقى بنلون كام واحده يا خالد؟ بنلون كام؟ 3 كده، دي واحده، دي كده الثانيه، دي كده ايه؟ التالت. كده عملناها. لو عايزين بقى نعملها يا عصام، كل اللي اساله هو اللي يجاوب. نعم. لو عايزين نعملها اديشن سنتنس، مره 1 بلس 3 هو 1 اوفر 8 بلس 1 اوفر 8 ماشي، وبعدين بلس 1 اوفر 8 تديني كام يا عصام؟ 3 اوفر 8 اللي هي دي كده صح؟ اديني ايكوال 3 اوفر 8. طب لو احنا عايزين نعمل لها مالتيبليكيشن سنتنس يا خالد هنقول ايه؟ لسه واخدينها احنا. بص اديشن هو عمل المالتيبليكيشن، نعمل ايه يا خالد؟ المالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن يا خالد كررت كم مره يا خالد؟ كررت كم مره؟ 3. يبقى نكتب ايه؟ 3. نعمل ايه؟ مالتيبليكيشن يبقى نعمل باي. باي كام؟ 8. تحت 8 صح؟ وفوق نكتب ايه؟ فوق هنكتب 3. 3 ولا 1؟ مش ان قلنا عباره عن يونت فراكشن اللي هي ال1 الجزء الواحد متكرر ثلاث مرات، يبقى ليه كاتب 3 فوق؟ ركز يا خالد. ها ماشي، فهمتها؟ طيب، طب لما نقول يا خالد حاجه زي كده تديني ايه؟ تبقى 6 هي 4 دي منتهيين منها، بس فوق تكتب 6 هي 1 باي 5 يديني 6؟ لا 5 يديني كام؟ 5. ولا عايز تغير رأيك؟ 5. عصام 3 اوفر 9. شاطر يا عصام، ما اقدرش اتكلم معاك ليه؟ لانه حالك صح. خالد حاضر 4 اوفر 5. تمام يا خالد، كده برافو يا خالد، كده ايه؟ برافو. بنخلف جينو منيتور زي ما هو ونغير نعمل فوق باي صح؟ دلوقتي يا اولاد هناخد اخر ليسون في يونت 9، بيتكلم عن حاجه اسمها ريل وورلد فراكشنز كونكشن. عارفين يعني ايه الكلام ده؟
ها؟ طيب لما نقول real world fraction connection يعني تطبيقات حياتية في الحياة عن موضوع الفراكشن. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني ايه تطبيقات وحياتية؟ احنا بنحكي عن الأموات؟ ما احنا بنحكي عن الأحياء يا مستر. أقول لك يا حبيبي في الحياة أنت تستفيد من الكلام ده في إيه؟ يعني لما يقول لك مثلا عندي هنا 3 and 3 over 4 ملي of كوف سيرب. كوف إيه؟ سيرب. كوف إيه؟ سيرب. عارفين يعني إيه كوف سيرب؟ يعني دواء كحة. دواء كحة. لما يكون عندي 3 and 3 over 4 ملي of كوف سيرب. سيرب يعني لما بنقول عليه شراب يعني شراب الكحه صح؟ شراب شراب اللي هو مشروب الكحه يعني شراب سيرب اللي هو ايه؟ قريب قوي من كلمه شراب بس الكحه الشراب بتاع الشمس تمام؟ خلاص اتفقنا؟ عرفت يا خالد؟ في الحاله دي استخدمنا الكميه ديت من الكمية دي يعني we are used الكمية دي from a 9 and 1 over 4 how much is left يعني ايه اللي باقي لما يكون عندي الكمية دي كلها واحنا خدنا ده شربناه كان عندنا برد وشربنا الكمية دي في الحالة دي اللي هيتبقى left يعني ايه يعني remainder يعني اللي باقي left يعني اللي باقي left يعني ايه اللي باقي طب بيقول لك هنا understanding افهم what do you want to find out circle the question question السؤال السؤال فين السؤال فين what is the fact do you need understand يبقى لازم نفهم اصلا معنى السؤال بشكل جيد نعمل understanding ونفكر ايه الحاجه اللي هنستخدمها علشان نحل بيها وبعد كده تيجي عمليه الحل يبقى لازم نعمل سبتراكت ناخد الرقم الكبير اللي هو الازازه الكبيره اللي كان فيها الكميه دي هنشيل منها الكميه دي اللي احنا استخدمناها صح؟ بص لي هنا هيتبقى كام؟ تعال نشوف لما نيجي نفكر فاكرين كنا بنبص للاول للفراكشن هل ال 1 over 4 نقدر نشيل منه 3 over 4؟ نقدر؟ دي خلي بالك ماينس هل ال 1 over 4 نقدر نشيل منه 3 over 4؟ لا لا ما ينفعش فكان لازم نستلف واحد من ايه؟ من ال 9 نستلف واحد من ايه؟ من ال 9 لما نستلف واحد من ال 9 هنستلفه بكام يا خالد؟ هنستلفه بكام يا خالد؟ ال 1 اللي هنستلفه هنا يعتبر بكام؟ مش هو عبارة عن 4 over 4 مش هو 1؟ طب هنا 4 over 4 مع ال 1 over 4 مش هيبقى 5 over 4؟ طب هل ال 9 جذبناها زي ما هي؟ لا هتبقى 8 هتبقى 8 فهمناها دي جت ازاي؟ فهمناها؟ عملنا ايه بقى؟ قول لي يا خالد تقول فهمتها عملنا ايه؟ عشان ال 9 and 1 over 4 احنا لما خدنا 1 من هنا بقت هنا 8 ايه؟ احنا خدنا لما خدنا ال 1 من ال 9 بقت كام؟ بقت 8 فين 8؟ بقت 8 تمام وبعدين ازاي دي بقت 5 over 4؟ ال 1 هنا ب 4 over 4 صح ان قلنا 1 over 4 بلس 4 over 4 اللي تحت 5 over 4 صح تحت ما بيتغيرش برافو عليك يا خالد قلنا ماينس 3 over 4 دلوقتي نقدر نعمل سبتراكت صح؟ هو كان مفيش مشكله في الاول ان احنا ال 9 نشيل منها 3 بس كانت المشكله اللي هتقابلنا بعد ما تشيل من ال 9 3 ونقول 6 كتبناها كده 6 كنا هنواجه المشكله ازاي ال 1 بقى نشيل منه 3 ما كانش هينفع عشان كده رحنا عملنا بارو استلفنا واحد من ايه استلفنا 1 من ال 9 صح طيب فعلشان كده بقت بالشكل ده
هنيجي بقى نعمل سبتراكت عادي، ده الرقم الجديد بتاعنا بعد ما عدلناه، ده ما عدلناش في حاجه الرقم ده، وديت التعديل بتاع 9 اند 1 اوفر 4 بقت 8 اند 5 اوفر 4. هنشوف بقى ال 8 هنشيل منها 3 تديني كام؟ 5، وال 5 دي هنشيل منها 3 تبقى 2. ال 4 دي نعمل فيها حاجه؟ لانها زي ما هي، تمام؟ لانها ايه؟ زي ما هي. طيب هي ال 5 اند 2 اوفر 4 دي مش هي نفسها 5 اند اب؟ مش ال 2 اوفر 4 احنا درسنا ايوه ان هي نفسها ايكويفلنت فراكشن دي كده هي نفسها دي. مش ال 2 هنا دي 3 اوفر 4 هنا ال 2 اوفر 4 دي مش هي نفسها ال 1 اوفر 2؟ ولا مش نفسها؟ نفسها. مش ال 2 هي هاف لل 4 وال 1 هي هاف لل 2؟ تخيلوا نحل بقى المثال ده مع بعض. لما بيقول يا خالد عندنا find the total with 3 bar، في 3 bar وعايز التوتال ويدز، يعني اكن دي تيبل مثلا، هنفترض ان دي بورد او تيبل كده بورد، هنفترض ان دي سبوره كده في 3، واحده الحته دي كده الارتفاع ده كده هو عباره بيقول لك التوتال في 3 بورز، واحده ب 1 اند 3 اوفر 8، وواحده 7 اوفر 8، والثالثه 1 اند 1 اوفر 8، صح؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام. حلو، في الحاله دي لما يقول لي كلمه توتال فايند ذا توتال نعمل ايه؟ نعمل ايه يا خالد؟ لازم نعمل لهم بلس. برافو عليك يا عصام، علوا صوتكم يا اولاد ما تخافوش حتى لو غلطتوا. يبقى هنقول ايه بلس؟ ان هو عايز التوتال ويدز، عايز التوتال ايه؟ ويدز يعني احنا عارفين ان هو عرض، ويدز يعني ايه؟ يعني عرض. طيب احنا عايزين كده دي مثلا كده بكام؟ مثلا واحده طولها متر وشويه، والتانية اقل من متر ودي متر برضه وشويه، صح؟ نجمعهم كلهم نعمل ايه؟ اد. نعمل ايه؟ اد. لما نعمل اد تبقى دي بلس دي بلس دي. هنا بقى نشوف الهول الاول هنا 1، هنا ايه؟ 1 و1 يبقى كام؟ 2. نعمل اد اللي فوق بقى ونثبت اللي تحت، نثبت الدينومينيتور لان الدينومينيتور كام؟ 8، يبقى بنثبت ال 8، صح كده؟ اهي ثبتنا ال 8. طب يا مستر اللي بعد كده هنعمل اد لكل الايه؟ النيوميريتور مع بعض، نعمل اد ايه؟ لكل النيوميريتور مع بعض. 3 بلس 7 10 بلس 1 11 اوفر 8، ودي لازم نبسطها تاني. ال 11 اوفر 8 نسيبها كده؟ هتديني ال 11 اوفر 8 ديت هي عباره عن ايه؟ مش عباره عن 1 وهيتبقى 3 اوفر 8؟ شو ده اللي هيبقى؟ صح؟ يبقى عندي هنا 1 و 3 اوفر 8 هنضيفها على ال 2 دي، مش هتبقى ال 2 وال 1 ل 3؟ عندي 3 اوفر 8، صح؟ ودي طبعا هنا مسألة هتركوا يعني اقروها اعملوها لي هوم ورك يلا سهل جدا، عايزكم تفكروا بس اذكركم بحاجه ان هو بيقول لك احسب لي البريمتر بتاع السكوير، هديكم فكرتها ماشي ولا يشوف القناه ويشوف الفيديو ده يكتب لي تعليق بالحل بتاعه ماشي، يكتب لي في التعليق الحل بتاعه خلاص. طب ده السكوير بيقول لك السكوير سايد لينز از 1 اوفر 5 متر، 1 اوفر 5 كام متر؟ معنى ذلك ان دي ايه؟ 1 اوفر 5 متر، صح؟ ودي كمان نفسها زيها لان كلهم في السكوير قد بعض، يبقى في الحاله دي ممكن نجمع دي 4 مرات او ايه؟ نعمل ملتبلاي، طبقوا لي الطريقتين وطلع لي البريمتر انت هو، خلاص؟ حاضر. يلا ناخد الهوم ورك وكده نكون خلصنا
الجزء دوت. وهنخش دلوقتي على يونت 10. على يونت كام؟ 10. دلوقتي هناخد يونت 10 كونسبت نمبر 1، بيتكلم عن حاجه اسمها ديفايننج. ديفايننج يعني ايجاد الديسيمالز. ديفايننج ايه؟ او اكتشاف الديسيمال او ايجاد الديسيمال. الديسيمال احنا خدنا اللي هو حاجه اسمها كسر اعتيادي عادي، يعني كسر كده، يعني ما نقول مثلا 3 اوفر 4 دي خدناها صح؟ حاجات زي كده صح؟ وقلنا ده اسمه بروبر، وقلنا لو اللي فوق اكبر من اللي تحت يعني الدينومينيتور اقل من النيميريتور، او النيميريتور اكبر من الدينومينيتور، ده كنا بنسميه ايه؟ امبروبر فراكشن. وده اسمه ايه؟ فراكشن. والامبروبر فراكشن احنا قلنا ان هو ممكن نحوله لميكسد نمبر. ميكسد ايه؟ نمبر. فهيكون عندي هنا بالنسبة للميكسد نمبر 7 اوفر 5 بكام؟ ب 1 اند 2 اوفر 5 مش كده؟ وكنا بنقول ان دي ايكويفالنت دي صح؟ يعني زيها قدها بالظبط صح؟ والولد دوت محمد صلاح بيشوط ضربة الجزاء طلعها بره زي ما احنا شايفين. هنيجي بعد كده لليسون نمبر 1، بيتكلم ليتس اكسبلور اكتشاف الديسيمالز، وهنتكلم عن حاجه اسمها باورفول 10. تعال نشوف ازاي نعمل اكسبلورنج للتنسز. اكسبلورنج لايه؟ للتنسز. بيقول لك وان واي تو شو بارتس اوف هول از تو يوز فراكشنز، انذر واي to use decimal. ايه هو الديسيمال؟ دي مهمة. دي سيف. دي كده سيف نحفظها. ايه هو الديسيمال؟ هو عبارة عن number with one or more digits. تمام؟ to the right of the decimal point. لا. يعني ايه الكلام؟ يعني هو عبارة عن بيقول لك ده كده one hole. كده ايه؟ one hole. كامل ملون كده صح؟ اما ده one part of one part is shaded. لما يكون عندنا 10 بارت وكلهم متلونين كده معناه ايه؟ ان دي يديني 1 ايه؟ 1 هول. ال 1 هول ده بقى بيتكتب ازاي؟ بيتكتب كده اكنه 1 وبنحطه بوينت، بنحط ايه؟ بوينت، وبعد كده بنحط 0. فبدل ما كنا بنقول ده كده 1 هول كده بس واحد بيتكتب بالشكل ده، هنكتبه بالشكل ده. طالما في بوينت هنا فالزيرو اللي هنا ده مش هيأثر عليا في حاجه. ودي اللي بنسميها ايه بقى؟ النقطه دي بنسميها ايه؟ ديسيمال بوينت. ديسيمال ايه؟ بوينت. ماشي؟ الديسيمال بوينت دي بنسميها العلامه العشريه يعني بالعربي. نيجي هنا بيقول لك هنا بقى لما يكون 1 over 10 أو 1 over 10 of a whole، يعني إيه الكلام ده؟ ال 1 ده بقى بنقراه إزاي وبنكتبه إزاي؟ بنيجي هنا، بنيجي هنا بنكتب بوينت ونحط قبلها إيه؟ 0 0 تمام؟ ودي 1 فبنكتبها كده كده جزء من 10. هنا كنا بنكتبه كده صح؟ هناك احنا كنا بنتعامل معاه كده صح؟ اما في الديسيميل نمبر هنتعامل معاه كده بس تمام؟ هنتعامل معاه كده، بنكتب 0.1. وده النقطة دي اللي هو بنشاور لنا عليها دي اسمها ديسيميل ايه؟ برضه بوينت. طب لما نلون 7 اجزاء 7 بارتس ار شادد، هيبقى 7 اوفر كام يا خالد؟ 7 اوفر 10. ونكتبها ازاي؟ 0.0. والبوينت دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ بوينت.
يبقى احنا هنقول نرجع تاني الديسيمال هو عبارة عن number with one or more، هو فعلا one اهو or more، هنا ممكن يبقى seven، ممكن يبقى كام؟ seven، ممكن يبقى nine، هو جزء تمام with one or more digits to the right to the right the decimal point. يبقى هي الديسيمال بوينت اهي، نكتب هنا طبعا زيرو، ما ينفعش تسيبها كده متعلقه البوينت. فهو بيقول لك تاني الديسيمال نمبر هو عباره عن one or more to the right، يعني على يمين الديسيمال بوينت، ده بنسميه ايه؟ ديسيمال. ايه هو الديسيمال يا ولاد؟ هتقول لي يا مستر هو عباره عن نمبر، عباره عن ايه؟ نمبر with one or more digit، يعني عبارة عن number with one or more digits، يعني ممكن هنا to the right one of the decimal point، يعني ممكن هنا decimal ممكن نقول كده one رقم one or more digit، مش ده digit؟ ممكن نكتب جنبيه two، وممكن نكتب جنبيه كمان three. لو كتبنا one بس كأننا بنقول واحد من عشرة، لو كتبنا 12 كده يبقى كأننا بنقول 12 من 100، لو كتبنا 1 2 3 كأننا بنقول 123 من 1000، 123 ايه فروم ايه؟ 1000. خلاص اتفقنا؟ هنيجي بعد كده اكزامبل، بيقول لك احمد، احمد بلاي ا فوتبول سكول تيم، احمد بيلعب في فريق كرة قدم. He trained to kick penalty. Penalty. اهو احنا المنظر اللي احنا شفناه من شويه ده. اهو. ده ميسي يا اهو. بي 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 ده احمد مش ميسي. ده كريستيانو. خلاص يا حبيبي. هنا دي ايه؟ فور. الكتاب بيقول احمد يبقى احمد. قال خالد يبقى خالد. قال عصام. لا ده ميسي خالد منه عصام. خلاص يا عم. يعني هنلغي المنهج عشان فترة. احمد بلاي ان افوتبول سكول، بيلعب كوره في فريق الايه؟ المدرسه. هي ترين تو كيك بينالتي، هي سكور يعني جاب 8 جولز من كام؟ من مش ترين دي سوري ايه تراي، ترينز ترينز يعني تراي، جاي من تراي يعني عمل، هي هو عمل محاولات ايه للبلانتي، قعد يسدد ايه؟ ضربات جزاء. هي سكورد يعني حقق، سكورد يعني ايه؟ حقق. حقق 8 جولز يعني 8 اهداف اوف 10 ترايز. ترايز من 10 محاولات جاب كام؟ 8 تجوال. بيقول لك بقى لو انت عملتها في صوره موديل بالشكل ده هتقسمها البار موديل كده لكام؟ عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هو جاب 8 تجوان، هنظلل ال 8 تجوان دول 8 اجزاء، فهتبقى احمد هنا ايه؟ سكورد 8 اوفر 10، دي اول جزئيه. الفراكشن العادي ده لو فراكشن مش ديسيمال، يبقى عندنا حاجتين، حاجه اسمها فراكشن وفي الحاله دي هتبقى 8 اوفر 10، وبنقول عليها بنقراها ازاي؟ كنا بنكتبها كده صح؟ كنا بنقراها ازاي؟ بنقول ايت تنسز، ايت ايه؟ تنسز، مش كنا كده؟ بنقولها؟ وهنا بقى في الديسيمال بنكتبها ازاي؟ بنكتبها 0.8 وبنقراها ايه؟ ايت تنسز بار، يبقى احنا بنقراها هنا زي ما بنقراها هنا كده بالظبط، هنا بنقول ايت تنسز وهنا ايه؟ ايت تنسز. اهم حاجة نشوف في الاخر تي اتش اس، تي اتش اس. خلاص كفانا؟ دي الجزئية دي كده فهمناها كويس؟ يا اولاد بيقول لي ببساطة جديدة جدا. هنا بيقول لي color ذا ريبريزنت ايتش اوف ذا فولوينج ديسيمال. طب دي 5 يبقى هنلون كام؟ 5 صح؟ دول كلهم لازم تلاقوهم 10، يبقى هنلون كده ايه؟ 5.
هنلون ايه؟ 5. يلا نلون مع بعض. 1 2 كده 5 صح؟ كده لونا كام؟ 5. طب هنا هنلون كام؟ 3. هنا هنلون كام؟ 9. هنا نكون لون كام؟ 6. خلاص فهمنا؟ ايوه زي ما احنا قلنا. هنا بقى بيقول لك رايت الفراكشنز اند ديسيمال. يبقى اول حاجه نجيب الفراكشن وبعد كده نجيب ايه؟ اند دايما يعني في جزء تاني من السؤال. اند ديسيمال which represent the shaded part and represent on the ايه؟ number line. هنعبر عن الكلام ده عن number line. واضح جدا ان دي 3 over كام؟ 3 over 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى 3 over كام؟ 10. يبقى نكتبها كده 3 over 10. نكتبها فوق. طب تحت كده هنكتبها ايه؟ 0.3. طيب ناخد واحدة تانية. هنا يا حبيبي دي هتبقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 7 over كام؟ 10. وتحت نكتب ايه؟ تحت هنكتب 0.7. خلاص فهمنا؟ مسائل سهلة جدا زي ما احنا شايفين. هنا نعمل ايه يا خالد أول واحدة؟ أول واحدة هتبقى 0.2. ماشي، وأنت يا عصام؟ 0.2 0.8 0.8 ثواني بقى خالد 0.8 0.6 7 رايت اتش ديسيمال از ا فراكشن، يعني هتحوله من ديسيمال لايه؟ فراكشن. طب دي هتبقى كام؟ تبقى 7 اوفر 10. عصام 1 اوفر 10 5 over 10. عصام 5 over 10. خلاص عليك الدور يا عصام. 4 over 10. صعب؟ يبقى لما يجي يقول لي حول لي الديسيمال للفراكشن سهل. طب حول لي الفراكشن لديسيمال سهلة برضه. يبقى أول واحد هنحول الفراكشن لإيه؟ لتو لديسيمال. أهي حول الفراكشن لايه؟ لديسيمال. اهي فراكشن از اديسيمال. الثانيه هنحول الديسيمال ايه؟ لفراكشن. فهمنا؟ لما احنا عملناه فين؟ في التالت. لما عملناه في التالت. طب تعالى بقى نعمله فين؟ في ال 100. بس هنقول هاندردز هاندردز اخرها برضو ايه؟ تي اتش. بيقول لك لوك ات ذا موديل. هنا بقى ايه؟ 10 10 اللي هم ال 100 ده كده ايه؟ تعتبر 1 هول صح؟ طب لما نقول 1 لونا واحده كده 1 بارت اوف شادد از شادد دي 1 هول كام؟ طب جزء واحد شادد يبقى 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 100. بنكتبها ازاي؟ 0.01. هنا الفرق هناك. لما طب يا مستر اعرف منين؟ اقول لك بقى تعرف منين. شوف يا باشا، اول حاجه 1 اوفر 100 صح؟ اول حاجه في كل مره بنحط البوينت ونحط جنبها كده زيرو خلاص. لو قال لك اوفر 10 يبقى بنحط كده 1 اوفر 10 كده على طول. لو قال لك لو قال لي 100 هنعمل 0.0 وهنسيب 0 كمان ونحط 1. هنا بقى انا جه بعد البوينت في ايه؟ في 2 ديجيت. طب الديجيت دي بنحددها على اساس ايه؟ على عدد الزيروات اللي تحت. ففي واحد يقول لك لا انا بيروح ساب 3 خطوات، ده تحت 3 يا مستر او ما 2. احنا بنتعامل مع الزيرو كام زيرو؟ لو زيرو واحد يبقى بدي يبقى على طول بنحط كده الرقم على طول بعديها يعني. طيب لو عندك 2 0 يبقى ايه؟ يبقى عندنا زيرو. ودي مكانها كده، ولذلك دي بنسميها ايه؟ تنسس. اسمها ايه؟ تنسس. ودي هاندردز. هاندردز هناك في الشمال كده كانوا بنسميها 10 و100 صح؟ صح؟ يونت وبعد كده 10 وبعد كده 100 صح؟
اما هنا اسمها تنسس. اسمها ايه؟ تنسس. وهنا هاندريدز. هاندريدز. خلاص اتفقنا؟ طيب لما نيجي نقول عندي عدينا دول كده لانهم سيرتيفايد. تمام؟ هنا بقى سيرتيفايد بارت اوف شادد ار شادد. هنشوفهم هما شادد من قد ايه؟ شادد دول 100. ازاي؟ هنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكده 1 2 لا 3 4 بريحك 5 6 7 8 9 10 10 باي 10 بكام؟ 100 صح؟ طب في الحالة دي هنقول ان 35 over 100 دي اوف هول يعني من واحد كامل. ما هو ما هي 100 over 100 مش بوان هول، يبقى دي 35 over 100 من ايه؟ دي تعتبر اوف هول. بنكتبها ايه بقى؟ بنكتبها بالشكل ده هتبقى 0.35 صح كده؟ ثالث بيقول لك رايت ذا ديسيمال تو نيم ايتش شادد. خلاص قلنا دي كام واحده هنعدهم ونعمل اوفر كام؟ 100. طيب احنا الاول كام واحده كده؟ كل واحده دي ب 10. تعالى كده 1 2 3 4 5 يبقى كده 5 في 10 50 كمين؟ 50 كمين؟ دول كام؟ دول 6. يبقى كده دول 56 اوفر صح؟ 10. لا بوينت 0 بوينت ايه؟ 0 خلاص؟ ديت كام يا خالد؟ 4 باي 10 40. هنا بقى في نقطة عايز اقولها لكم، هل نكتبها كده؟ ولا نكتبها كده؟ صح هتقول لي هي هي طبعا. صح هي فعلا هي هي، ولا نكتبها كده؟ صح يعني هما الاثنين زي بعض، بس الصح نكتب ايه؟ ديت هي دي صح؟ ديت هي دي، لان هما الاثنين في الاصل عباره عن ايه؟ عباره عن 4 اوفر 10 او 40 اوفر 100 صح؟ في الحاله الاولانيه ان احنا ممكن نشيل دي تبقى 4 اوفر 10 كده عادي، وديت ممكن نشيل الزيرو ده اللي فوق مع الزيرو اللي تحت، مش هتبقى برضه 4 اوفر 10 زي صح؟ يبقى في الحاله دي الصح نكتب دي ولا دي؟ دي. لا الصح ان احنا نكتب دي. دي اللي بيتكلم عن الشادد بال 100 صح؟ هي شادد من ايه؟ من 100. يبقى نكتبها كده، يبقى الصح ان احنا نكتبها كده. تعرفوا ان الزيرو اللي على اليمين ده ملوش قيمه اصلا. يعني لو عملنا كده 0 بوينت 4 وحطينا هنا 100 0 مش هتفرق، هي كلها زي بعضها. لان انا دي 4 من 10، هي نفسها 40 من كام؟ من 100. هي نفسها 400 من ايه؟ من 1000. هي نفسها 4000 من ايه؟ من 10000. هي نفسها 40000 من ايه؟ من 100000. كلهم هيدوني نفس الايه؟ الناتج بتاعنا. خلاص اتفقنا؟ نشوف حاجه زي دي، بيقول لك color each of the following. هنا طبعا 0.34 يبقى هنلاقي كام واحده؟ 34. خلاص؟ طب هنا بيقول لي 0.07 يبقى هنلاقي كام؟ 7 بس. طب هنا بيقول لي 0.80 يبقى لو قلنا كام؟ 8 كده لو قلنا. خلاص اتفقنا؟ دي نفس الفكره. بيقول لك بقى لاحظ ان ال 1 متر ايكوال 100 سنتيمتر عشان هتجي لنا بعد كده. 1 متر ايكوال ايه؟ 100 سنتيمتر. طيب وال 1 سنتيمتر هو عباره عن 1 اوفر 100. يبقى السنتيمتر عباره عن ايه؟ 1 اوفر 100. يعني ايه 1 اوفر 100؟ يعني ايكوال 0.1 متر. ما ينفعش نعمله كده. في زيرو قبل الواحد.
كنا خدنا قبل كده الديسيمتر والسنتيمتر، قلنا ان الديسيمتر طيب يا شطار ايكوال كام؟ 10 سنتيمتر صح؟ 10 ايه؟ بصين يعني سنتيمتر. طيب في الحاله دي ان ال 1 سنتيمتر بكام؟ 1 سنتيمتر ايكوال 1 اوفر 10. ليه؟ لان الديسيمتر ايكوال 10 سنتيمتر. 1 اوفر 10 من الايه؟ من الديسيمتر. خلاص اتفقنا؟ نيجي لاخر جزء في الحصه بتاعت النهارده اللي هو كان بيتكلم فيها عن الجزء ده. ديسيميل جريتر ذان 1. ايه الكلام ده؟ يعني ايه ديسيميتر جريتر ذان 1؟ يعني بيقول لك هنا عندك هنا مثلا على سبيل المثال ولد اسمه ايه؟ باسم. باسم بينتنج ذا فينس اراوند. الفينس ده يعني سلك السياج كده بيحمي الحديقه بتاعته. اراوند هيز يارد. تعال نشوف كده المكان بتاعه دوت. عمل كده ده لون الحاجات دي. ار 10 سيكشن. لون كام؟ 10 سيكشن. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. اتش سيكشن كل واحد من دولت هاز 10 بورد. 10 ايه؟ بورد. يعني كل واحد من دولت في كام بورد؟ في 10. مستر باسم بنتد 16 بورد. يبقى جه دلوقتي هو عمل ايه؟ اول حاجه بيلون كام؟ 10 سيكشن. 10 ايه؟ تقسيم. اتش سيكشن كل واحد من دول في كام؟ 10 ايه؟ 10 سيكشن. 10 بورد. وبعدين مستر باسم بنتد يعني لون 16 بورد so far بعيد. بيقول لك what is decimal showing the many sections he has. هو لون اول واحد، هنفترض ان كل واحد من دول فيه 10 كده صح؟ خلاص اتفقنا؟ نيجي هنا يعني دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ورجع لون كمان ايه؟ 6 اهو كده دول 16. طب نتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ بنقول هو كتب في كده واحده كامله اللي هي ال 1 وكمان ايه؟ 6 من ال 10 صح؟ يعني كل واحده من دي فيها كام؟ فيها 10. كل واحدة دي سيكشن كده كامل. كده سيكشن كامل فيه كام؟ 10. وهنا لون 16. يبقى لون 10 كاملين. تمام؟ ورجع لون كمان ايه؟ 6. في الحالة دي ال 10 الكاملين دولت بيعتبروا 1 سيكشن. 1 ايه؟ سيكشن. ودول 6 من 10. يبقى 6 من 10 يعني بعد البوينت نيجي من ايه؟ 6 كده. يبقى باسم هاز بينتد 1.6 سيكشن اوف فينس. فهمتها يا خالد؟ دي الجزء اللي كنت بتتكلم عنه يا عصام. عصام ما شاء الله عليه سأل في سؤال قبل ما نقطع وده حاجه كويسه. هنا بقى بيقول لك رايت ذا ديسيميل فور ذا شادد بارت. هنا بقت كام؟ دي بقت واحد كامل وايه؟ 1 بوينت. عد معايا 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 1 بوينت كام؟ 7. خالد دي هتبقى كام؟ دي واحدة كاملة وكمان واحدة كاملة يبقوا كام؟ 2. ونعمل بوينت ودي كام يا خالد؟ 1 2 3 4 5 52 صح؟ يبقى نكتب هنا ايه؟ 52. ماشي حبايبي؟ دي أول واحدة ودي كده إيه؟ التانية. كده حبايبي نكون خلصنا ليسون 1 من يونت 10
اتمنى انكم تكونوا فهمتوه، درس سهل للغايه، وعرفنا ازاي نحول من زي ما اتعلمنا قبل كده في الدرس اللي فات ان احنا ازاي نحول من فراكشن عادي ل هو هيكون بروبر ولا مش امبروبر ولا مش بروبر. لو بروبر يبقى خلاص منتهي، اما لو امبروبر كنا بنحوله لميكسد نمبر، والميكسد نمبر كنا بنحوله لايه؟ لامبروبر. هنا خدنا حاجه جديده اسمها الديسيمال، وخدنا الديسيمال نمبر، وازاي يكون عندنا هي فكره اللي هي ال 1.7 دي هي اكنها 1/7/10 صح؟ اللي احنا خدناها في الاخر. يبقى دي كمان نقدر نحولها لايه؟ لميكس. لميكس. وعرفنا ازاي نجيب الديسيمال، وقلنا ايه هو التنسس وايه هو الايه؟ الهندرس. التنسس جزء من كام؟ من 10. والهندرس جزء من كام؟ من 100. اسمه هندرس. التنسس جزء من ال 10. والهندرس جزء من ايه؟ من ال 100. خلاص اتفقنا؟ ناخد هوم ورك على الجزء ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.